تاكسي تاكسي. الله يسلمك بارك الله فيك بارك الله فيك. بخالي هلا 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 بخالي تم انور البيت اسفرت وانورت ويوي مطور الغيبات هذا الغيبات يا ابو القناني خير خير. شو يقولون شو يقولون؟ بس خلاص جزاك الله خير. اقول خالي دام انك جاي الكويت ايش حق ما قلت لنا عشان نطرك بالمطار؟ انا اعرف شيء عنكم، انتم قاعدين هنا ولا اعرف عنكم اي شيء، كنكم مو بنات اختي. يا خالي الله يهداك، انت يوم مره وحده جت حق امي الله يرحمها الله يرحمها عقب ما مات ابوي حتى اتذكر سكيت هوشه معاها طقني واطقك حريجه صارت وطلعت من البيت ما شفناك يا خالي. صحيح يلا بعد ما توفى ابوكم جا خالكم ياخذه معاه وهي ما رضت قعدت معاكم هنيه وهذا سبب القطاعه. وي خالتي هذه سالفه قديمه ايش ذكرك فيها الحين؟ اقول خالي خير صدق انتوا ايش ذكركم فينا الحين جايينه؟
حمش اتصل علي يقول انها مشتكين عليه بالمحكمه. انتم ما تستغنون على وجهكم، تشتكون على عبكم بالمحكمه. هذه عيب عندنا، المرة تشتكي على رجال وبالمحكمة. انت ما تدري يا خالي عمي سوى فينا. عمي باقنا يا خالي، خذ حلالنا كله يا خالي. ايش تبينا نقوله؟ نقوله مشكور ما قصرت، يعطيك العافية. هذا بدل ما يوقف يمنا ويساعدنا يا خالي. ايش ذا الكلام يا مرة؟ هذا ولي أمركم وهو يعرف مصلحتكم وين. مليحة، هو لما الحين ما أعطاكم حلالكم؟ قولي اعطانا ولا ما اعطانا؟ قولي لها يا خالتي. هو اعطانا كم دينار وبس، والواجب مو راضي يعطينا اياه. اخ يا خالي القهر، اخ يا خالي القهر. خير. كل ما نقول له عطى حلالنا يقول ما عندي شيء، واللي تبون اسووه وسكتوا. صح ولا لا؟ صح. قولوا لي، دقوا علي، ما تعرفون التليفون تسالون وتدقون علي. انا خالكم حسبه ابوكم. اي هذا خالكم ويعرف مصلحتكم زين. ليش مرت خالي واحنا يا هان ما نعرف مصلحتنا وين؟ عيب عليكم يا حريم، ها ما تعرفون تصرفون مثل الرجاجين، عيب عليكم. صح لسانك. والله يا خالي احنا احسن من مليون ريال. بعدين تعال قول لي احنا سوينا غلط وسوينا، رحنا المحكمه واشتكينا عليه هناك، والمحكمه هي اللي بتجيب حقنا من عمي الحرامي. عشنا وشفنا باشي. وش سوين بخالكم بعد؟ والله يا مرت خالي اذا خالي باقنا اكيد بقول عنه حرامي. الله اكبر الله اكبر، يا كبرها يا كبرها. تقول على خالكم حرامي؟ بس 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 هدي هدي خالتي هدي. مليحة بس ايش عاد مصختيها؟ اوه انا ايش قلت؟ ما قلت شيء. انا قلت اذا باقنا بقول عنه حرامي، بس انا اثني بخالي حبيبنا برغ العائله ما يبوقنا يبا. انا ادري انه هو جاي هني عشان يطلع حقنا. اي نعم هذا الكلام الزين، هذا الكلام السن. اذا لكم حق انا بطلعه وانا مع الحق. صح لسانك يا ولد عمي. وانتو يا بنات ليش لما الحين مو متزوجين؟ ليش ما في ريال بالديره؟ بلا خالتي في ريايل، بس الزواج قسمه ونصيب. الله يبي النصيب يا خالي. اللي الله كاتبه بيجيبه، لكن انت يجي النصيب. انا مستغرب منكم يا بنات، وليه ما تزوجتوا الحين؟ ها صدق يا بنات قاعدين في البيت بروحكم، مو زين بحقكم. صحيح. يعني ايش بسوي يا خالتي؟ نروح نقول حق الريايل تعالوا تزوجونا؟ لا هفا عليك، عيب على المرأة تقعد بالبيت بدون رجال. لكن ما نمشي من نيه الا مزوجينكم وجايبين حق. الله تسلم ايدك على الطبخه هذه. بالعافيه. انا اول مره بحياتي اكل معكرونه بالبشاميل كذي. ايه ثقيله دسمه طعمها عجيب عجيب. والله العظيم الله عشان تعرف طباخي شلون صاير. اي والله تسلم ايدك صراحه. اكيد شاريه كتاب هذا تعلم الطبخ من غير طباخ. لا عيوني انا متعلمه الطبخ من امي. اي والله اي تسلم ايدك. والله ما تقيل عقب الاكله هذه. الله اكله ثقيله صدق. عشان تعرف انام لي هذه الذهبيه ايش تسوي من ابداعات. تسلم انام لك ودي اكلهم. على وجهك ولدك وصل. بسك بسك توك متغدي، بسك اكل. الاكل هذا يجبس على قلبك. اخ الموز ما يخلي الاكل ينزل، يخلي المعده تخدرك. اخ بسك بسك اكل. احس فلوس فلوس قاعد تاكلها، فلوس دنانير. بابا شتهفم شتهفم. اخ يا القهر. معده بعامل منو هذا اللي جايبهم عند بيت خالتي مليحه؟ منو؟ ها؟ وانت ايش درك؟ منو؟ تحت شيء ما اقول. منو منو جايب؟ ما ريال مره وياهم جناح. ايه هذه الدزه. اخ انت ايش درك؟ ايش درك انت؟ انت قاعد تتجسس علي. ايش درك؟ متى شفتني؟ من قبل ساعه. وين شفتني؟ شلون شفتني؟ من الدزه. اخ انا والله بجيب بنقالي من شويخ، بنقالي حداد اخليه يلحم الشبابيك مالت البيت كلهم عشان لحن يطل منهم. لا هي جات على ولدي اللي طول، كل الفريج يطلطل. هي متعلم من كولومبوس. من كولومبوس يابا؟ وغيره بعدك وغيره، رئيس ملاحظ الفريج ابو علي. قصدك فاعل خير. انت الصادقة فاعل شر. لا تضيع الصقله، اقعد هني قول لي منو هذين اللي جايبهم جايب الدزه معاهم؟ ها قول لي حقك ولا حق واحد ثاني؟ قول ولا انت الظاهر بتسوي التاكسي مكتب خطابه. شبيكه بس الولد واقف لا تتكلمين قدامه كذي، عيب ما يصير. عافيه بدوري، عافيه على الشاطر يا البغل، اقصد يا ولدي الشاطر الحلو. ايش رايك تروح تحل واجباتك؟ ما ابي. لا خل ولدك يسمع، الحين ولدك صار ريال، خلي يعرف ابوش قاعد يسوي. ابوش قاعد يسوي؟ انت ايش قاعد يسوي؟ كل كلمه ثانيه قلتي ابوه ابوه ابوه. بلا ابوه حرامي ولا رئيس عصابه؟ اخف شوي مراهق.
شرها مو عليك، شرها علي، انا اللي واقف معاك. خلي اروح انام ارتاح احسن لي. منت رايح الديوانيه الليله؟ لا ماني رايح، الربع سافروا وكان زين مسافر معاهم، افتك منك ومن بلاويك. قعد ما قعد قعد، قولي لي ما قولي اوصفهم شلون صايرين، شكلهم شلون صاير؟ اقول لك بس بشرط، اي سوي لي مفطح على العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سكر المشاكل يا سلفو يا سلفو يا يا ويح مني انا جني يا ليش متاخر عن الدوام؟ ما تدري ان ربعك مسافرين؟ ادري بس انا احتجت لي سمونه واحده بس يا مال الفقر، تصبيره للغدا. وما تدري ان ربعك مسافرين وتشتري سمونه بعمية فلس يا بخيل؟ ايش اسوي مسافرين اقزر بالسمونه هذه؟ مسافرين تشتري سمونه زياده وما تنساهم تاكل عنهم صح؟ ما اقدر اكل وايد انقص. قول لي شو نسوي فيه؟ نشويه ولا نقليه؟ نخليه، وقبل ما نخليه ناخذ الصمونه وناخذ التاكسي. لا التاكسي لا. يا تاكسي الغرام يا العلاء الغالي، ويا تاكسي الغرام يا تاكسي. التاكسي يدعمك بسرعة 120 يكسر عوارض الطيارة. توي ارجعت من بعض. لا تزعل اخوي. قاعد اشمرك. هذا برنامج اسمه تاكسي الفريج، انزيع. شنو انزيع؟ انزيع. هذه ايش سالفة تسوونها؟ حشمرة صديقي. حشمرتكم هذه تختل تموت. ريح ريح. طاح قلبك بطني شو اريح؟ ظل عليك ظل عليك. على هاي سوالفكم صدق صدق ما عندكم سالفة. بعدين تعالوا قولوا لي. انتوا ليش ما سافرتوا؟ مسافر طل. تبي الصج يا بدر؟ انا واخوك ابو جاسم ترى ممنوعين من السفر. اخوي ابو وليد رجاء لا تجيب اسمي على لسانك نهائيا من اليوم، خلاص بس انقطعت العلاقه اللي بيني. لا تسوي لي حركات لا اعطيك بوجهك. قطعت العلاقه. شك انا واخوي ابو جاسم ممنوعين من انت اللي ممنوع من السفر مو انا. اوه ابو وليد ممنوع من السفر؟ ليش كاف لحد؟ هذا حتى ولده ما يكفله. ايش حقه مانعينه من السفر؟ شو اقول لك يا اخوي ابو بدور شيء ما ينقال، لا تسوي لي كذي قلت لك اعطيك بوجهك، شيء ما ينقال يفشل، انا طول الطريق وانا ماشي وجهي مكسوس. يا يفشل؟ قاعد امشي على جنب. يا ماني خابر بوليد عنده سوالف بطاليه. صدق انسان جليل الحياه وما تسون العجره يلي ما تسع على ويك. ايه انت طالعني بعد، تخلي الرجال المحترم ابو بدر هذا يشك فيني ياخذ فكره مو حلوه عني. يقول لي ايش حقه مانعينك من السفر؟ انا اقول لك لا قلت لك اقسم بالله الزقك بالطوف. انا اقول لك ليش مانعينه من السفر؟ ليش؟ الطي اللي ابطحش. تكفى لا تبطحش، بنلعب فيها انا وابو بدر. ببطها وبخليكم تلعبون فيها وهي فاشله الا بطحش. بطها وانا اتفخها بطها. يما ما يصير، اذا انبطت يا جماعه ما تنتفخ. بطها واشتري غيرها بطها. خلاص بدام يشتري واحده جديده ببطها. بطها زوجته حضرتها رايحه رافعه عليه قضيه وشكوى وعليه منع سفر. زوجته مشتكي عليه؟ ما قلت لكم هذه نسرة؟ مدام هذا شاي. شكري يا سيتا. عفو أمي، كم مرة أقول لك لا تنامين شعرك مفلول، شوفي شلون مكبل. بابا قلت حق ربعك اللي بيسافرون يبوني حمام مصري؟ يمكن رايحين عندهم الشغل. إيه سكت أنت واللي عافيك، ما أدري هناك مصانعهم ولا شركاتهم تضطرهم. بابا قلت لهم ولا لا يبوني حمام؟ ايش فيك جاي ساكت عاقرني؟ وين ما سكت ابوك وعلي ضايق خلقه، ربع سافر وخلوه قاعد بروحه. ما تبي حمام كويتي بدوري؟ لا ابي حمام مصري يهبل مدلق ومتفوخ، ويقولون ان الحمام المصري بقي واحد كده في زغاليل صغيرة حلوهم تكنوا ولا كتك خدي ولا ولا كتك خدي ولا. اش في حمام ديرتنا ها؟ اش في مو حلو؟ ولا انت طالع على ابوك اشونا ما راح وياهم؟ ماما لا تقولين كذي، لو ابوي رايح وياهم كان يابلي حمام مصري زغليله.
اي مو يسويها ابوك وروح يجيب له حمامه مصريه مربربه مثل ربعه اللي راحوا وما يندرش يجيبون معاهم حمام ولا بط. اخ اللهم طولك يا روح. الله يباه تدري عاد الله كان زين تسافر وتجيب لي معاك بطتين. واق واق اديك واق واق اكي. بدور يا بشرك الربع ما سافروا. وي وي الحمد لله والشكر الله بعد عيني رد كيدهم عليهم عشان وعلي حريمهم هذين اللي صبروا عليهم. يا مصيبتي يعني اصحابك ما سافروش يعني الحاجات ما راحتش مصر. يا لهوي امال راحت فين؟ بالدبه. الله يعني سايبها هناك. طب افرض بقى الحاجات اتسرقت انت عارف الحاجات دي مكلفاني كام؟ بالدبه من ابوكم. يعني هناك في حراسة؟ وين؟ في الدبة. بالدبة بالدبة عندي يعني شنطة السيارة والسيارة تحت العمارة. يا أخويا خوفتيني. ما تقول من الأول في شنطة العربية لازم تقول للدبة. يبا يا أبلة الشنطة والدبة كل واحد المهم تفهمين بس. المهم من الحاجات موجودة عندك خلاص أنا اطمنت كده. وفي حاجة تانية كمان يا أبلة. الله انت بتتكلم مصري الكلام طلع من بوقك زي العسل. الله عسل عسل عليكي عشان ناخد وندي مع بعض تفهمي علي وافهم عليكي. لا لا ما انا كمان عاوزه اتعلم كويتي. اذا اتكلمت كويتي هيدوك الجنسيه. لا يا اخويا انا مش عاوزه الجنسيه كفايه عليا كويتي واحد بس. كويتي واحد بس ايش تبين تسوين فيه؟ ايه اقصد يعني انت عاوزه تعملي فيه ايه؟ اخده معايا مصر. شي حاجه عشان نعمل بيزنس مع بعض نفتح شركه تاكسيات. تاكسي تاكسي والموسيقى والتدريس. يا اخويا ده ما بياكلش عيش. اسمع يا بودانا ما فيش حاجه في نفسك عاوز تقولها لي؟ هقول لك ما تستعجليش على رزقك. هقول بس قبل ما اقول لك انا هنزل العربيه اجيب الحاجات من الشنطه. الدبه من الدبه وبعدين اقول لك انا نازل التاكسي. يا تاكسي الغرام يا مقرب البلدتين. يا تاكسي الغرام يا مقرب البلدتين. بيب بيب يا تاكسي الغرام يا مقرب البلدتين. وانك متاخرش عليا يا بدانا. حاضر كده بسرعه. مع السلامه يا قبلة. الظاهر أمي فراس ومكوكة علينا. يا حسرتنا طفا. عاد انتي ما تعرفين عمي يموت على الفلوس. أنا أقول لك شنسوي؟ قولي شنسوي؟ لقيتها. قولي. أنا أقول لك نقول حق خالي إن إحنا تنازلنا على القضية. إيه. خوش. إيه. نسافر خالي وراح. إيه. خلي القضية ماشية. شو رأيك بأفكاري؟ كارج مثل وجهك. انتي على بالك ان عمي بيخلي خالي يروح بدون ما تنازل عن القضيه لي حبيبتي؟ وحتى لو احنا قلنا حق خالي ان احنا تنازلنا وخالي درى ان احنا مو متنازلين شفتي هالبرغي هذا ويدبحنا يقطعنا. وي 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 اي ايش بنسوي؟ ايش بنسوي؟ انا اقول لك يا بختي شو نسوي؟ أيه؟ ماكو الا ندق على المحامي ونجيب البيت حق خالي البرغي ويقعد يتفاهم معاه ويقول له على كل شيء. والله متفائله وايد انتي من صدقك. والله ما تشوفين فلس واحد من عمي. الملحن دبره كلامنا بيروح ما لنا شيء يعني عمي بياخذ كل شيء. لا مستحيل ما يصير نسكت. بصراحه انا اقول لك الا في حل واحد نتنازل عن القضيه بس. لا لا والف لا انا ما اتنازل عن حقي. طفى. نورتنا يا ابو دهنا. الله يخليك يا الله. شكرا نورتنا. ده من نورك الله. اتفضل. الله يخليك شكرا. قول لي بقى انت كنت عاوز تقول لي ايه؟ ها؟ كنت عاوز تقول لي حاجة؟ كنت عاوز اقول. قول انا سامعاك. انا هقول بس. قول قلبك بدق. شوي. خد نفس كده. خد نفس كده. ايوه قول لي سامعاك.
اقول لك بس شوي يا ابو دينا الكلام مش طالع مني. قلنا انا مستنيه مستنيه ابو سعاد. ايوه انا كنت عاوز اقول ان اليوم اخر يوم اوصلك من والى المدرسه يا بصفتي. معقوله 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 الكلام ده؟ ده كان اخر يوم في عمري. أبلة سعاد يا أبلة سعاد. بس بلا أبلة بلا طبلة. أنت جاي النهاردة تقول لي الكلام ده؟ ليه ما قلتليش ليه قبل كده؟ أبلة سعاد غصب عني صدقيني مش قادر أوصلك. وأنت يا أخويا بتشيلني على ظهرك كلها نص ساعة رايح نص ساعة جاي. المشكلة مش مشكلة الوقت. أمال إيه؟ أبلة سعاد أنا عني شغل. شغل ايه؟ شغل ايه اللي شغلك عني؟ ما انت كل يوم الصبح يا اخويا بتفطر معايا شاي وجبنه. عاوز ايه اكتر من كده؟ ابله سعاد من كتر المشاكل اللي حصلت لك انا ما اقدرش اوصلك، خايف عليكي من المشاكل. مشكور يا اخويا، لو كنت خايف عليا بصحيح ما كنتش سبتني بنص الطريق. اي طريق؟ طريق السعادة اللي كنا نمشي فيه. أبلة سعاد أهو ده صار عندك علم أنا ما أقدر أوصلك من وإلى المدرسة. يا أبو دينا حرام عليك، على الأقل اديني شعر واحد أدبر في نفسي ولا أشوف لك ودي تاني، قصدي أشوف لي تاكسي ولا حتى وليد. وليش تشوفين وليد؟ أخذي تاكسي جوال، الجوال تارسين البلد لا وماخذين كل شغلنا بعد. يا ابو دانا يا ابو دانا حرام عليك، على الاقل اديني اسبوع واحد يا تاكسي الغرام. خلاص يا ابله خلاص ما تعيطيش ولا تكدري نفسك، خلاص ابعطيك اسبوع. تاكسي. شوف هالمسكينه وين رايحه. شو بيك عم طلع فيني هيك ولو مثلي مثلك؟ لا سلامة عمرك ماكو شيء، بس انا توني قاعد من النوم ما اشوف عدل. صح النوم كلكم بتقولوا هيك. لا لا مو قصدي، يعني انا توني قاعد فما صحيت ما اشوف عدل. شو اسمك بالخير؟ وائل. وائل واقول وائل وائل وائل. ايه ايه والنعم والله الاسم هذا انا سامع فيه. ايه ولو منك سامع بالفنان وائل كفوره. ايه هذا اللي صلح ساتلايت. يصلح ساتلايت يصلح غسلت، هذا مو شغلك. ايه مو شغلي صح، لا تعصب علي عاد انت، بس انا اشوف يعني انت شكلك مو خشن. والله الله خلقني هيك شو بعمل. ليش ما تدش نادي تتدرب؟ والله دشيت نادي وعطوني المدرب كيلو قام وقع مني وانكسر قام طردوني. مسكين انكسرت ايدك؟ لا بعيد الشر، بس طاح على صدري وانكسر ضلعي. كيلو طاح على صدرك وانكسر ضلعك؟ لا ما تشوف شر ما تشوف شر. زين ليش ما تدش نادي ثاني؟ ان شاء الله ان شاء الله بديش نادي؟ ان شاء الله، عم بفكر بموضوع. تصير رياضي جسمك يصير حلو. ايه ليش لا؟ ايه شغل عدل. بس انا شو اسوي مع خال البنات؟ وكلام ابو بدر ما ادري يعني بين مصدق وبين مكذب. بس انا عارف ان ابو بدر يكذب علي ولا هو خوش انسان خال البنات خوش ادمي. بس ابو بدر اكيد يكذب لانه غيران وما يحبني ولا يواطني عشان كذي يكذب علي. عاد انا شعري من بدر اللي بهالكور هذا اسوي انا يعني. كفى. تعال انت ايش فيك؟ ايش فيك كذي من دفع كأنك مراهق؟ اثقل اثقل يا ريال اثقل عليك. يمكن كلام ابو بدر صحيح، طلع الريال هذا شراني ما يتفاهم الا بالطق، واطلع انا فيها يعني. بس والله انا خايف خايف منه. يمكن كلام ابو بدر صحيح ما يتفاهم ويطيح فيني طق ذي الساعه من يفكني انا. زين شو اسوي الحين؟ شو بتسوي يا ابو علي؟ شو الحل؟
مرة رحت اشترك بالسباحة وقعد بالبيسين وما حدا حاول يطلعني، كنت حأغرى لأنه ما بعرف أسبح. إذا ما تعرف تسبح كان شفت لك رياضة ثانية. بتصدي مرة قلت بشترك بالمصارعة ويوم شافوني ما عندي عضلات قالوا لي روح أول شيء انفخ عضلاتك. ونفختهم؟ شلون انفخهم؟ إذا أنا بلوم ما بعرف انفخ وأفجره. ما تشوف شعري والله، الله يلوم اللي يلومك، مسكين تكسر الخاطر. مشكور ولا ما حدا غيرك فهمني وقدرني. إيه ما صار سوق هذا. أنا بروحي قاعد في البيت. ها يا حبكم للسوق الحليب. يلا بسرعة أنا في البيت، يلا في انتظاركم. يلا مع السلامة. إيه خلنا نقرأ هالجريدة خير إن شاء الله. ما صار بورصة هذه، مرة تصعد ومرة تنزل. إيه لحظة هالجرس. يلا اللهم اجعل خير. يلا عليك مع غيرك. السلام عليكم. يا هلا مرحبا حياك الله. مساك الله بخير. يا هلا مرحبا الساعة مباركة. يا هلا يا هلا مرحبا. تفضل طعم الشرف. بارك الله فيك. يا هلا مرحبا. دارت البركة. بارك الله فيك. يا هلا مرحبا. سلمك. يا هلا مرحبا شلونك؟ الله يحييك. كيف الصحة؟ بارك الله فيك. كيف الحال؟ أبد والله عساك طيب. الحمد لله. حضرتك من هو؟ إيه أنا ينقال لي أبو علي. أبو علي حياك الله. الله يحييك. وش تبي أبو علي؟ طال عمرك سالفة وما فيها. أول شيء أنت خال البنات الله يسر عليهم حليمة ومليحة. تعرف حليمة ومليحة؟ إي طال عمرك أشوفهم يعني وأعرفهم. وش خايف؟ لا وقاعد معاهم. شايفهم وتعرفهم وقاعد معاهم. السالفة وما فيها طال عمرك. يا عمر. إن بنات أختك عسى الله يسر عليهم إنهم بنات جاويد يعني. وإن ما لهم حسب الفريج أبدا وخوش حريم. أجل تقول أنا قاعد معاهم؟ علي. علي من هو؟ ولدي طال عمرك. إي وش فيه؟ مليحة بنت اختك الدرسة. هم عصي هذا الكلام مو علي. وش تبي طال عمرك يا خال البنات؟ انا جايك وبيك بسالفة. وش السالفة؟ السالفة من غير مقدمات. وشنو هذا بدون دعاميات؟ السالفة بدون دعاميات. خلصني. الزبدة والسالفة وما فيها. اني جاي اخطب بنت اختك مليحة. وتعرف حليمة ومليحة وين شايفه؟ مو شايفه بطال عمرك، انا شايفه من بعيد بس. من بعيد وانت تقول انا عندي ولد؟ ولد واحد بس. واحد ولا عشرة ومتزوج وبتاخذ على مرتك؟ يعني كنك بنت رجال. لا طال عمرك حرمتي ميتة من زمان. يعني كنك رجال. جزاك الله خير. لا ورجال عجبك طال عمرك. كفو مدام عيال اتفقنا. خير. ايش رايك طال عمرك يعني تقول لي يعني متى اجيك علشان اخطب منك بنت اختك مليحة رسمي؟ ايش عليك حدي؟ وين السهرة؟ مع بعض يعني مش لازم لوحدك. مع بعض. استحلى ويك جيل الحياة. وين السهرة؟ استحي انت الاول. استحلى ويك يلا ادلف يلا. استحلى ويك. قلي الادب. شفت كيف هذا انا معك وصار هيك؟ كيف لو كنت لحولي؟ بس خلاص لا تزعل روحك، لا تزعل روحك. خلاص بس هذول ناس ما يشتغل على وياهم. بس تعدل هناك مخافر وبلاوي. تعدل ولا ايه؟ ما قلت لك هناك مخافر؟ يا حليلك ابو بدر، والشرطه يوم دروا ان الرجال ايش قالوا لك؟ اي رجال من صدقك انت؟ هذا بينه وبين رجولك ايلو. هذا لو شايفين فواز هذا المفروض يصير ريال، قدم ورقة بس ما وافقوا، ممكن توصلني بالتنسي. أنا ما أعتقد هذا مشروع ريال وفشل. أقول لك الشرطة أول ما شافوه ضحكوا وضحين. إيه قالوا لي يا معود وصله أي مكان يبي، ترى هذا يسبب لك مشاكل وصله. وصلت انت بس جب يلا عاد يلا، ترى اسئلتك قبل ما تعيش ابو فواز مثل ويك اسئله بايخه. وصلته الا نزلته تكيت منه. زين تسوي والله. اي زين سويت احاكيك. هذا انت من وين تلقط هالزباين؟ من مكتب خدم. من الشارع يعني من وين؟ انت باي شارع اكد؟ لا يكون شارع الحب. لا والله هذا شفته بشارع عمان واخذته. بعد هذا حظي وهذا هذول زبايني شو اسوي؟ حظك حظك زين، احنا اللي حظنا بايخ. السفره وطارت علينا نستانس جي ابو فواز. مستانسين انت وياه؟ لو معيونكم وحنتكم كان احنا مسافرين الحين. لا سافرنا ولا شفنا اسكندريه ولا شفنا الاردعه. والكل منك ليش انت ودينا الزقازيق؟ خلاص ثاني مره راح اوديك المقطم بعد.
مو بس السفرة راحت عليك يا أبو وليد، حتى المرة اللي بغيت تتزوجها هم راحت عليك. أشونكم ما سافرتوا؟ راح تزوجون ها؟ أنا بعض جدي أبو فواز كله من عيونه وحنته من شي ما سافر. بعرف إيش فيه قط نقزات من اليوم علي ليش؟ خلي أنا عارف أتفاهم معاه. ليش أبو فواز؟ كان ما شفناكم اليوم بالديوانية. صدقوني يا جماعة يومين يومين قعدتهم بالبيت شنو؟ انجنيت شنو بسنتين؟ علشان تعرف قيمتنا صديقي. والمثل يقول ما تعرف قديري لما تجرب غيري. اي صح لسانك يا جماعة، حتى انا ضاق خلقي. انتوا الحين جايين تقنعوني ان احنا لو مسافرين كان قعدتوا ويا اهلكم؟ احلى كلمة قلتها، ايش رايك نعدل وضعنا ونعدل الحج ونسافر؟ انت بالاول عدل وضعك الاسري. احترم نفسك يا بواز، شوف مرة قبل هالمرة سامحتك، الحين ما راح اعدي اهلك. اسمع الحشيمة لو بدر ترى خليني اغلط عليك قدام اللي يسوى والما يسوى. احترم نفسك، اللي يسوى والما يسوى عندك. بس يا يبا فعلا انا غلطان اللي مرافش كل من هب ودب، انت هب وهذا دب، وبعدين كلام انت فوق شينك قوات عينك، انت بالاول عدل وضعك صح كلامه وبعدين نغير الحج. انا قبل اعدل وضعي بغدر رفيجي، انا ماشي واحد اصغر من 18 سنه. خلاص يبا انا من الحين بروح الشويخ. ايش حقك بعدل وضعي؟ زين هذا الحكي زين، هذا الحكي الحلو يا جماعه. شوفوا اذا بتغيرون الحجز هالمره احنا جايين وياكم. إيه انا ابو فواز حزولنا وياكم. اي نعم عدل كلام ابو بدر، وريولنا على ريولكم. شلون نمشي؟ نمشي جماعي. نمشي جماعي، كل واحد بروحه، كل واحد ياخذ جنطته، المهم نسافر. ما يصير كذي يا موزة، ريال داخل وريال طالع، ما يصير. ما يخالف يا حبيبي تحمل، العمال تشوفهم هذول قاعد يشتغلون، يشتغلون عشان شنو؟ عشان الشغل يطلع زين والديكور يطلع حلو وما بي أحد يطنز علي. حبيبتي ما حد مطنز عليك، الحريم جايين يخيطون نفانيفهم، مو جايين يطلعون الديكور. لا، اسمح لي أقول لك إنك ما تعرف شيء عن التجارة. المحل الكشخة يدل على صاحبة المكان والشأن. حبيبتي وافرض ان الديكور طلع حلو لكن الشغل خرطي. وي لا ابو حمد ترى زودتها، انا شغلي مو خرطي. لا يا عيوني، سيدات المجتمع يعرفون ان انا عندي ذوق. خير ان شاء الله، باكر نشوف سيدات المجتمع شو يقولون عن ذوقك. المهم خير. سبيكه ما لها حس، ما ادري عنها. وابو بدر صار له يومين ما ادري عنه ولا مرنا ولا شيء. ها صدق تعال ذكرتني خاف فيهم شيء وانا ما ادري. لا 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 ان شاء الله ما كل العافيه، انت اتصلي فيهم وانا بروح داخل. ها مرحبا استاذ. هلا مرحبا. كيف الحال؟ هلا شو اخبارك؟ الله يخليك. خير ان شاء الله. والله معك المهندس خليل. اي ابو حمد. اي المهندس خليل صدق. هلا والله. هلا بالمهندس خليل. شلونك؟ بخير الله يسلمك. ابو حمد حضرته مهندس خليل. وعيل اللي مساء طلع مو مهندس؟ لا هذاك مهندس الديكور، بس هو مهندس الكمبيوتر. الكمبيوتر شكو بالنفانيف. لو سمحت مهندس خليل ممكن تنطر بالمشغل؟ ايه خمس دقائق. ولا حياك الله. العمال موجودين. ان شاء الله. تسلم. علامك شفيك فضحتنا قدام الريال؟ ما تقولي لي ايش دخل الكمبيوتر بالنفانيف؟ لا انت خبرك عتيج يبا، انت ما لون. الحين كل الشغل بالكمبيوتر، العالم كله يشتغل بالكمبيوتر. انت شو معرفك؟ حدك سفره سوق السمك وبس. والله يا سوق السمك والسفره يسوون ديكورك ونفانيفك يا مليحه.
باكر بيجي جاركم ويطلب ايدك مني. شلك خالي، هذا اكيد جارنا ناصر صح؟ لا الخبل جارك مو علي. يا ربي يا ربي، ليش شكوا انا اخذ ابو علي؟ احمدي ربك لقيتي ريال يا بيج. هوش فيش انت؟ انا طايحه بشد نفسي ولا جاي كره ولا بايره؟ وبعدين خلصوا الريايل، قلوا الريايل عشان انا اخذ ابو علي هذا. الرجال طلب ايدك مني وانا قلت تعال البيت وهو جاي الليله. بس يا خاله، هذا كان متزوج وعنده عيال. ما عنده غير ولد واحد. وهذا الولد يني نسخه مقعد عن 10 ريال صراحه، يعني انا شو اسوي فيه؟ انا ما ابي هالريال، ما ابي. في غيره؟ اي في غيره. وش تقولي؟ قصدي يعني ماكو بهالبلد الا هالولد، يعني اخذ هالريال يا ما اخذ، انا ما ابي. يا خالي ملحه قصدها تقول ان الريال. الرجال ما به شيء. اوف يا خالي، اوف يا خالي، مشكلتك انت ما تعرف هالريال شنو؟ انت تعرفينه؟ ها؟ لا قولي اعرفه عشان البعدين هي. صح لسانك. انت انت هب هب هب، شنو صح لسانك؟ باكر يا باكر طفا. ها، شنو مو عاجبك كلامي؟ يا خالي ايش فيك تهدي الله يهداك؟ بس بس يا خالي، انا اقول لك يا خالي ان شاء الله ما يصير غير اللي تبيه. انا قلت تزوجين ابو علي، لازم تزوجينه. شنو شنو على كيفكم انا؟ اعطيني حريتي واطلق يدي. بس عاد هذا خالي واللي يبي يصير. أنا يقول لي كده ليه؟ عملت له إيه؟ بعد كل اللي عملته له في الآخر يسيبني؟ ما يبيك شنو؟ أهو قال لك ما يقدر يوصلك، كثر الله خير الريال. ما أنا عارفة أنت شمتنا فيا يا أختي. وأنا أشمت فيك ليش يا سعاد؟ وش حقه؟ شمتنا فيا عشان سابني. ليش أهو تزوجك عشان يهديك؟ يا أختي يا ريتو كان يتجوزني، يا ريتو. شنو؟ ولا حاجة. بس انا اللي حاسس بنفسي ان ازاي يسيبني ببساطه كده. يا ربي يا حبيبي، هذا شلون افهمها؟ شلون اعلمها؟ شوفي يا سعاد، هو اللي قاله ان انا راح اوصلك لما تشوفين احد ثاني وصلك، وبعدين انت شايفه السنه على نهايتها، يعني كلها كم يوم، ما راح تحتاجين لحد يوصلك ولا تحتاجين لسياره. طب ما كان يكمل معايا المشوار. اقول يا علاوي ابوك انا من رايي لو تهون وتلتفت دراستك، ترى وانا ابوك احسن. يعني انا شايف يا ابوك حوادث السياك انت ما تسمع عنهم، هل مسدحينهم في مستشفى الرازي ورافعين ريولهم لفوق مكسرين وحالتهم حاله، ايش منا من السياكل؟ انا اهون عن السيكل وانت تهون عن الزواج. لا لا ما عليه وحدك، بدال السيكل سيكلين ثلاثه. تعجبني والله يا يبا. يعني مصمم؟ مصمم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيك. خل شوف راعي المحل وينه. يا الأخو لو سمحت. السلام عليكم. السلام. هلا هلا، شلونك يبا؟ الحمد لله. كيف الحال؟ إن شاء الله. إحنا نبي سيكل. إيه فترة. الولد يبي هالسيكل هذا هذا هذا. إيه هذا بولونين حمر وأبيض. كم سعره يبا؟ هذا سعره يطلع 1000 دينار. خير؟ 1000 دينار. يقول 1000 دينار. أدري. شلون تدري 1000 دينار؟ يقول تدري. طيب تكفى خلاص. هون يا ابن الحلال. أهون؟ إيه. أهون على السيكل؟ تهون على الزواج. سيكل ماكو، زواج ماكو، ثم لا أنا ماشي. لا خلاص 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 خلاص. طيب اللي كبريت. ول. يعني 1000 ممكن 500؟ لا ما يصير. يا ما هذا جبالي، هذا ما يصير هذا. حتى أنا أشوف بيني وبينك 520 يلا. لا والله ما يصير. 530. 40. تبي آخر شيء أعطيك إياه 900 دينار، أعطيك خذه مجانا وياك. 900 دينار يقول. يبا زين 900 دينار ياكلون فيها شهر الناس. تكفى يبا. شنو هم؟ هون يا ابن الحلال. سيكل هذا يبا. هون يا ابن الحلال. هون تهون كيفك ماشي يعني. تعال تعال. ماكو. خلاص. خلاص. ول. بسم الله عليك ولد. نبي زين 800. 900 اخر شيء. 900. 900. مصمم. زين نبي معاه هدية عاد. إن شاء الله أعطيك، خذها هدية. خذها؟ إي نعم. وهذا نبي بعد. نبي مجانا أعطيك إياها حق السيكل بعد. هذا مجانا؟ ناخذ هدية مجانا؟ إي نعم. خلاص. ورجت. لا شنو؟ ناخذ هذا. مجانا يقول لك. يبا مو زين أهون. مو زين أمشي. ترى أهون. سيكل صغير. زواج ماكو. حسبي الله عليك، يعني الواحد ما يتعب بيته، قعدتونا من النوم، حسبي الله عليك من ولد مسوي زعلت الفريج. ناوي ناوي وسمك ناوي.
شكله هذا؟ هذا شكلي. شكلك منين لك؟ ابوي شرى لي اياه. ابوك شرى لك اياه؟ ابوك شفياً خبل هذا ما يخاف عليك بنت ولده؟ شنو مستغني عنك ما يبيك؟ عمي الله هداك ليش معصب؟ صاير معصب على ابوك الخبل هذا اللي شاري لك سيكل؟ ما تقول السيكل هذا شو وراه؟ عمي وناسه وناسه، تبي تسوقه ولا رتفك؟ ما ابي اسوقه ولا حتى ابي اشوفه. مسين الاوادم اللي عندنا بالشوارع، احنا حوادث السيارات مو خالصين منها، انه تبينا بعد سياكل؟ عمي لا تخاف علي، انا عجبك بالسواقه، اصلا انا على البحر اضربه ويل. ضربه ويل؟ اخ دير بالك يا علي، والله ترى السيكل هذا ما وراه الا الخساره. روح المستشفيات شوف الشباب شلون معلقين وسبه سياكله، ترك عنك ترى ما وراه الا الخساره. لا 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 عمي ابي ابي انا مستانس فيه وابي. شرها مو عليك، شرها على ابوك اللي يسمع كلامك. خبل ولد خبل. يبا ايش تبي؟ الله يخليك يبشر لي سيكل مثل عليوي. شنو انا خبل؟ انا اللي خبل. ابي سيكل. يا يوبا بسيكل، يا يوبا شنو هذا؟ بس يلا بس السيكل السيكل شنو يعني؟ ليش مو راضي تشتري لي سيكل؟ انا اشتري لك اكل اول. يا ربي ابي سيكل. ايش ليش ياكل احنا؟ ابي سيكل ما ابي سيكل. يلا يلا شنو هذا؟ شنو هذا؟ وين رايح؟ زين انطر خذني خذني انطر انطر. ادري ما ادري ميت من القهر، ما ادري محتار طالع علي تغار. اغار اغار اغار. يبون الاكل لا كسر الدنيا. شو تكسر؟ الحين ابو كيل، الحين ابو كيل. ما ابي على قلبي يا ما قلبي. بسم الله على قلبك يما، بسم الله على قلبك. الحين يبون يشتري لك خصما علي ما نكسر. اغار هذا ما يعالج ولا عيت معي على الان. الحين يما. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش في بدوري للحين ما نام؟ ما هو وراه مدرسها باكر؟ قاعد ينطرك تحل مشكلته. مشكله؟ اي مشكله بعد؟ علي ولد ابو علي خذانا سيكل وهو يبي سيكل. ايه جيب لي سيكل مثل ما ابوه شرانه انت تشتري لي. ماكو سيكل يعني ماكو سيكل. يلا. ليش بالله؟ علي ايش احسن فيه من ولدي؟ علي ولد ابو علي خبل وابوه خبل، ماكو سيكل. علي شغل قلت لك تجيب لي سيكل. واي تبيني اشوف ولدي محتار من علي واسكت؟ لا يبا، تشتري حق ولدي سيكل تشتري لي سيكل. ايه مثل ما قالت امي، تشتري لي سيكل يعني تشتري لي. وانا قلت ماكو سيكل يعني ماكو سيكل. لا يا ربي ابي سيكل. ماكو سيكل يا الخبل يا ولد الخبله. حرامي مرة ثانية لا يحوشك. شنو؟ تقولين حرامي تبيني أوقف؟ حرامي حرامي يبي يخطفني، يبي يخطفني، يبي ياخذني. يخطفك؟ يبي فدية؟ منين على عليه قروض؟ منين أجيب لي؟ إن شاء الله يطيحون القروض بيتي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يطيحون القروض. إن شاء الله يا رب آمين. اسمعني أحاجيك، أبو علي خطفني من خالي وراح يجي اليوم عشان يخلص الموضوع يلحق علي يسوي أي شيء يتصرف. علي خطفك؟ أوه زين وأنت إيش رأيك فيه؟ شنو إيش رأيك فيه؟ أنا قاعد أقول لك ساعدني، أنا مستحيل أتزوج أبو علي هذا مستحيل. إي ليش ترى أبو علي خوش ريال؟ ليش ما تبينه؟ ناصر يعني تغيشم الله يهداك، تغيشم تسوي نفسك ما تدري؟ لا مو أنا تغيشم يعني ولا ما تغيشم، إذا علي أنا أنت تدرين يا مليحة أنا ريال متزوج وعندي عيال وزوجتي نسرة، نسرة تذبحني أنا وياك، بعدين أنا ألف مرة قايل لك يا مليحة أن أنت حسبة أختي. الحين أنا صرت حسبة أختك؟ زين ما علينا هي يصير خير. والعصاري دي
القرون.